imagine if people with disabilities or other people with special needs are now in the shelters that are not designed to be shelters with no access to food, to water, to bathrooms and to other needs. How could be their situations? I'm now at the Shifa Hospital, a shelter for many people. Today, I'm going to take you to my friend. She is Shiri. She had Down syndrome, and her mother is suffering. She's in need for many things. سيرين احكي لي شو صار معكم؟ قصفوا البيت اللي زي ما هو طلعنا شرب ما عندها حماتي قصفوا البيت اللي زي ما عندها حماتي وطلعنا شردين وشربنا على منطقة الشفاء والحياة غير مؤهلة لإعائك منطقة الشفاء مجرد إنه إحنا جايين هربا من القصف اللي بعرنا ولحتى الآن كمان بقفوا حوالين الشفاء ما في أمن نهائي ولا في أمان يومياً من حد ما بيبدأ المغرب القصف شغال جنبنا ومبارح الدخنة كلها على الشفاء وخنفنا مش قادرين نتكلم صرخ أصير قصف بصير صرخ تمسك فيا كعوتة الصغار بمسكوا فيا سليني احكي لي ايه شو من شو بتسافي؟ ولدي يا جيها شيرين تحتاج لجنة خاصة عندها بعض المعدات أنا بتأخذ نوعين أدوية يعني أنا حاطة معي اختيار أكسجينتي كذا شريت إنها في نوع بتأخذ الديباكين واللابونيكس هذا علاجات غالية محتاجة للبامبرز شيرين صارت عندها مشاكل تبول لا إرادي من جميع تقيل وخفيف ما في حمامات نظيفة ما في كل شوي بدي أحاول أودي الحمام حمامي بعيد الحمام عليه طوابير كثير ناس عقبال ما نصل الحمام بتكون نمت على حال البنت يعني أنا صرت محرجة كتير مش عارفة وين أوديها إيش أعمل معها يعني صار عندها لا إرادة كل شيء كل الوضع تعبان على الكل إيش فاهم عليهم يعملوا لنا شيء ما بنسى هذا الوضع ما بنسى بتحب يوسف يجيب لك إياه يا شيرين؟ أنا شو بدك؟ بيت 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 شيبس؟ شيبس؟ أه Boy, I'm blown. What's up? I'm here.